مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم، قناه فود كافي دي زاد، قناه الكره الاوروبيه اليوم، قناه دوري ابطال اوروبا، قناه المتعه، قناه السحر، قناه الخيال، قناه يعني سموا اليوم المستوى اللي شفناه اليوم يعني طبلوا له كما حبيتوا. اليوم هذا المستوى اللي طبل له، هذه كره القدم اللي طبل لها، هذا المدرب اللي طبل له. اذا بدايه ما تنساوش الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونبداو في رحلتنا مباراه اليوم مانشستر سيتي ونادي اليوم اللي كان مسكين فوق ارضيه الميدان واللي ما رحموش بيب غوارديولا ولا لاعب سيتي ريال مدريد، وخسر بنتيجه 4-0 وتاهل لاعبنا رياض محرز مبروك عليه الى دور النهائي للمره الثانيه في تاريخه، واول لاعب جزائري يلعب ثاني مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا يعني في هذا المستوى بعد رابح ماجر. للامانه فقط باش نصحوا رابح ماجر، يعني ما نمش ننتقص من رابح ماجر، لكن رابح ماجر لعب مباراه وفاز بلقب كاس الانديه البطله لتعادل حقيقة دوري أبطال أوروبا، لكن بالتسمية الجديدة اللي انطلقت سنة 1992 محرز يعتبر أول لاعب لعب النهائي نتاعها ولو فاز بها، راح يعتبر أول لاعب فاز بها رياض محرز بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا أو بما تسمى بهذا المسمى الجديد. إذن اليوم أعزائي المشاهدين محرز ما دخلش، لكن دائما نقول أنه لازم لما تشوف هذا المستوى لازم تشوفه يعني بنظرة عالية جدا. مش بعض المحللين للاسف يعني بدا المباراه ببؤس لا، هذا المستوى نشوف مستوى عالي، وغوارديولا هو اللاعب نتاعو اللي يعرف كيفاش يلعبهم كيفاش يدخلهم وكيفاش يحطهم. واليوم شفت وجبه لذيذه جدا كرويه دسيمه يا جماعه، اليوم غوارديولا انا نشوف بان اقترب من الكمال الكروي، اذا كان فيه كمال كروي اليوم غوارديولا اقترب اليه بطبيعه الحال، طريقه جديده يبدع بها. ما ميز بيب غوارديولا يعني هذا الموسم هو انه ماهوش يتفلسف كثير. اليوم مثلا لو لاعب محرز رغم انه ولد بلادنا هو لو يتفلسف، يعني انت هذه الطريقه وهؤلاء اللاعبين خرجت بهم بايرن ميونخ ب 3-0 الملعب نتاعك، وتعدلت بهدف مقابل هدف في الملعب خارج الملعب نتاعك، نفس الشيء مع ريال مدريد. وقلنا كذلك هناك امر اخر، يعني اذا هذه الطريقه باش نكمل الفكره، يعني من الغير المنطقي انك تغير التشكيله اليوم، ومن كان ينتظر دخول محرز اكيد كان ينتظر انه غوارديولا يعاود الغلطه اللي دارها الموسم الماضي، هو انه يغير في مراحل الحسم لما يشكل فريق متماسك وفريق متوازن يروح يغير. وتعرفوا جيدا الغلطه الكبيره اللي دارها في نهائي تشيلسي وين لعب اللاعب زيتشينكو في الوسط مكان رودريغو في خطا يعني ولا واحد فهمه. كذلك الموسم الماضي التغييرات الغالبه اللي دارها وهو مازال ما ضمنش التاهل 100% امام ريال مدريد، لكن هذه المره ما يميز بيب غوارديولا هو انه ابتعد عن الفلسفه الزائده، لان الفلسفه تاع غوارديولا هي اللي خلته انه يكون اعظم مدرب في تاريخ كره القدم، والمستوى هذا اللي شفناه اليوم لا اعتقد انه كاين مدرب في التاريخ قدمه. وفي 16 سنه غوارديولا مازال يقدم هذا المستوى الخرافي، يعني والله شيء يدعو للاندهاش والدهشة. بيب غوارديولا يدخل بالطريقة نتاعو 3-2-4-1، طريقة غريبة عجيبة، تلقاو يعني ثلاث لاعبين في الخلف اللي هما ستونز وكذلك أكانجي وواكر، يقول لك واكر ظهير، واكر مش ظهير، وإنما واكر يعني عوض غياب أكيل هولاند اللي أصيب، وإلا كنا راح نشوفوا أكيل يلعب. والدليل أمامكم هاي الصورة باش تقولوا انه واكر لعب ظهير ما لعبش ظهير، هاي الصوره امامكم شوفوا واكر النقطه الحمراء لعب في وسط الدفاع الجهه اليمنى اكثر منه على الاظهره، وكذلك ما صعدش كثير، ونعرفوا انه بيب غوارديولا الاظهره نتاعو تصعد. ولو نشوفوا الخارطه الحراريه نتاع اكانجي يعني شوفوا بانه اكانجي صعد اكثر من واكر، وبالتالي نقولوا بانه اليوم بيب غوارديولا حرفيا لعب من دون اظهره لاول مره في تاريخ كره القدم، هذه لم تحصل ابدا، لعبها في الدوري الانجليزي وبعد لعبها في مباراه بايرن ميونخ ذهبا وايابا ستلعبها اليوم، وفي لعبها في مباراة الذهاب هنا باش يأكد بأنه فيلسوف حقيقي. الفلسفة تاع غوارديولا هي اللي خلته يوصل إلى هذه الدرجة، لكن الفلسفة الزائدة هي لبعض الأحيان تحطم وتحرم من الحصول على الألقاب. كذلك في وسط الميدان نشوف أنه هناك ستونز، وكذلك نشوف اللاعب رودري في الحالة الدفاعية اللي كانت قليلة اليوم لأنه سيطر على المباراة بطول والعرض، يرجع ستونز أو نعم ستونز إلى وسط الدفاع مع دياز، وواكر يتحول إلى ظهير دفاعي وليس هجومي، يعني تقدر تقول انه لعب نصف ظهير في الحاله الدفاعيه فقط،
في الحالة الهجومية ما لعبش بلاعب رواق. الكثير من المدربين لما يلعبوا بثلاث لاعبين في الدفاع يلعبوا بلاعبين رواق، لكن غوارديولا لم يلعب بلاعبين رواق، لعب كما قلت بلاعبين في خط الوسط لهما رودري وكذلك ستونز، ورباعي امامهم رباعي هجومي. نشوفوا غريليتش هو اللي يلعب جناح ايمن وكذلك او عفوا غريليتش جناح ايسر، وبرناردو سيلفا اليوم اللي ابدع وامتع لا غالب. اليوم عندنا ما نهضروا محرز ما لعبش، بصح يا جماعه اليوم برناردو سيلفا لوحه فنيه ساحره ساحره ساحره. احد الصحفيين الجزائريين للاسف الشعبوي اللي كان يرسانهم والدين معهم شعب كبير، يعني قبل المباراه قال لك نتمنى انه غوارديولا اليوم يعاني باش محرز يدخل، وقال لك استغرب كيف الاتحاد الانجليزي يشوف بانه محرز من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي وغوارديولا له راي اخر. يا سي محمد، غوارديولا محرز من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي بفضل غوارديولا. محرز حتى بالدقائق اللي يلعبها يقدم الشيء الجميل، والارقام هذه محققها مع مانشستر سيتي اللي درب غوارديولا. نعطي لك مثال ستيرلينغ، اين هو؟ خرج من السيتي وين راه؟ الكثير قال لك ستيرلينغ راجل، ستيرلينغ راجل خرج من السيتي، شوفوا محرز جبان، وين راه ستيرلينغ؟ اليوم محرز راهو راح يرفد الثلاثيه باذن الله، يرفد القله تاع اوروبا الكبيره اللي عندها ودنين، ويرفد القله الصغيره تاع الانجليز اللي عندها يعني ودنين صغار، ويرفد كذلك القله تاع كاس الاتحاد الانجليزي. وستيرلينغ يتفرج عليه. بعيدا عن ستيرلينغ، تعرفوا اللاعب هذا الاسباني توريس كان مبدع مع السيتي، يلعب احتياطي، عنده ارقام ممتازه، تقلق راح لبرشلونه. كش واحد فيكم الان يسمع به اللاعب رودري او عفوا اللاعب هذا واش يسموه اللاعب توريس؟ ولا واحد يسمع به. خيسوس نفس الشيء. اذا الان نقولوا بانه حتى كانسيلو يا جماعه، بيب غوارديولا سمح في كانسيلو ظهير ايسر، الناس قال لك غوارديولا هبل، غوارديولا مجنون ما عندوش اظهره وراح يطرد في الاظهره نتاعو. والكر عنده على فكره احتياطي، وقلت لكم انه لعب لانه اكي مصاب. راكم تشوفوا الان بيب غوارديولا من دون اظهره ومن دون كانسيلو يقدم مستوى خيالي جدا. في الامام اليوم الاند ما سجلش، لكن قدم مباراه تكتيكيه من طراز عالي. لو نجي نشوف الخريطه نتاع السيطره تاع مانشستر سيتي اليوم، سمحوا لي جماعه ريال مدريد، لكن اليوم غوارديولا اهان ريال مدريد، غوارديولا اليوم اذل ريال مدريد، غوارديولا اليوم مسح بالارض بريال مدريد وبانشيلوتي. لانه اليوم الطريقه تاع ريال مدريد ما فهمش انشيلوتي كيفاش دخل يلعب. البعض يقول لك السيتي، نعم لا نعم السيتي قوي وقوي وقوي جدا اليوم، لكن هذا ريال مدريد يا اخي، هذا مش اي نادي يا اخي، هذه دوري ابطال اوروبا، لما تدخل تلعب بهذه الطريقه الجبانه هذا امر غير مقبول تماما. نشوف الخريطه الان تحت توزيع اللاعب، 41% اللاعب في الوسط، 40% في منطقه ريال مدريد، هذا امر مش مقبول يا جماعه. هذا ريال مدريد مش فريق من سلوفاكيا ولا تشيك ولا ليتوانيا، هذا ريال مدريد، يعني 40% في مناطق ريال مدريد. وريال مدريد من بدايه المباراة هو متأخر، وين رد الفعل تاع المدرب؟ مانيش حاب نتكلم عن مشاكل ريال مدريد، ممكن نخلو لما ينتهي الموسم ونتكلموا عن مشاكل ريال مدريد الكثيرة والعديدة. على فكرة حتى ريال مدريد الموسم الماضي لما فاز باللقب ما كانش مقنعني أبدا، والسيتي كان أفضل من ريال مدريد ذهابا وإيابا، لكن فلسفة الزائد تاع غوارديولا جزئية صغيرة خلات ريال مدريد يفوز باللقب ويتأهل إلى النهائي. كذلك هناك أمر آخر مهم جدا تكلمنا عليه ممكن، لكن البعض اهملوا. لما تعادل السيتي مع ريال مدريد قال لك خلاص ريال مدريد راه ملاح وراهم راس راس مع السيتي. يا جماعه نفكركم بانه غوارديولا في التاريخ تاعو ما يلعبش مباريات الذهب. مباريات الذهب ما يلعبهاش يسيرها. غوارديولا مباريات الذهاب ما يلعبهاش يسيرها. اي واحد متابع لها لغوارديولا يعرف، لما كان مع الباير، لما كان مع برشلونه، والان مع مانشستر سيتي. ما نروحوش بعيد، نتكلم لكم على هذا الموسم. مع لايبزيغ في الذهاب شحال دار في الثمن النهائي؟ دار 1-1 وفما لعبوا 7-0. مع البايرن رغم انه الامر معكوس لانه لعب خارج ملعبه في المباراه الثانيه، فاز ب 3-0 في الملعب نتاعو وتعادل 1-1 مع البايرن في الاليانز. مع ريال مدريد تعادل 1-1 في السانتياغو وفاز ب 4-0 في الاياب. لو نجي ندير مجموع تاع المباريات الملعوبه هذه او مباريات خروج المغلوب، بيب غوارديولا تعادل 3 مرات خارج ملعبه 1-1 نفس النتيجة، وفي الملعب نتاعو سجل 14 هدف 14-0. ريال مدريد، بايرن ميونخ ولايبزيغ، مش أي أندية. لذلك غوارديولا كاسح 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 ووصل إلى قلت درجة الكمال. وأنا نقول ونكرر ونعاود
أتأسف لأنه الكثير ينتقص كثيرا من غوارديولا، ونقول إذا كان هناك مدرب تصرف عليه الأموال هو بيب غوارديولا، إذا كان مدرب يقدر يوري لي هذا الثمن الكروي يستهل كل فلس وكل سنتيم وكل دورو صرفوه عليه، لأنه مدرب محترم، مدرب في القمة، مدرب في الهرم. وانت يا صاحب الحسابات الضيقة باش نختم معاك، لما هذه المرة تتكلم على غوارديولا بتلك الطريقة لازم تحترم المدربين الكبار، وإن شاء الله نشوفوك كيما تتكلم بحساباتك الضيقة مع مدربين الكبار تنزع هذه الحسابات الضيقة مع مدربين آخرين مقدسين في قاموسك للأسف. أعزائي المشاهدين، أنا أتمنى أن نشوف محرز في النهائي، لكن ما يهمش، المهم يرفضها، والمهم يكون لاعب ادى كل الألقاب في تاريخه. الناس كانت تتمنى أن السيتي يخسر لأنه محرز ما لعبش، هذا الشيء هل راح يرضى به محرز لما يسمعوا يا جماعة اللقب يحتسب لمحرز حتى ولو ما يلعب حتى دقيقة، ينحسب اللي ادى دوري أبطال أوروبا، وانا ماذا بيا يتديها السيتي لانه محرز يلعب فيها. اذا بالتوفيق لمانشستر سيتي، سواء لعب محرز سواء ما لعبش محرز، كاين مدرب وليس اي مدرب، افضل مدرب في تاريخ الكره يعرف واش يدير بالفريق نتاعو، عنده نجوم، النجم برناردو سيلفا اليوم شفته يعني نجم كبير، انا مش عيب لما محرز يجلس احتياطي مره وبرناردو سيلفا مره وغريليتش مره، راهم كامل نجوم عالميين وماهوش اي فريق، ماهوش براست وماهوش يعني كليرمون فوت وماهوش يعني اي فريق صغير، ولا في اسبانيا ولا في فرنسا ولا في ايطاليا ولا في المانيا ولا حتى في انجلترا. القمه يا اخي، تفرجوا استمتعوا واستبنوا. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.